من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا الله مع المتقين إنما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما زين لهم سوء أعمالهم
والله لا يهدي القوم الكافرين. إلى الأرض أراضيكم
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا
إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله فقد فأنزل الله سكينته عليه وهيده بجنود لم ترى كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا الآخرة خير وأبقى صحف إبراهيم وموسى بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين
اللسان وشفتين. ألم نجعل يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى Bye.
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو صدق الله.